ينضم إلينا الآن للحديث عن هذا المحور عضو الكنيسة عن القائمة المشتركة ورئيس لجنة حقوق الطفل النائب دكتور يوسف جبارين. مساء الخير دكتور يوسف. مساء الخير. يعني المعطى الأساس والحقيقة الصارخة هنا أن 5000 أو ما يقارب ل5000 طفل عربي بالأجيال ما بين الثالثة حتى الخامسة محرومون، أي ليس لهم الخيار في أن يكونوا ضمن إطار تعليمي يلزم به القانون. نعم، كما هو معروف قانون يعني التعليم يقر بأن أجيال 3 إلى 5 هي أجيال لسنوات التعليم الإلزامي، وبالتالي وزارة التربية بصفتها الوزارة المسؤولة عن فتح الصفوف والمدارس التعليمية ملزمة بحسب القانون بأن توفر الأطر يعني التعليمية بما في ذلك صفوف يعني الحضانات لأجيال 3 إلى 5. لكن يبدو أن وزارة المعارف تقوم بذلك في كل البلاد لكنها تتجاوز أهالينا في النقب، وكأن القانون يتجاوزهم ولا يطبق عليهم. وفعلا الحديث الآن ليس عن 10 طلاب ولا عن مئات الطلاب، الحديث عن آلاف الطلاب من أهالينا، من أطفالنا، من أبنائنا في سن التعليم الإلزامي الذين الآن يعني بقيوا بدون أي إطار تعليمي، ونحن قبل شهر ونصف من افتتاح العام الدراسي الجديد. وما يعني لفت الانتباه الآن ليس فقط الكشف عن هذه المعلومات، بل في جلستنا في لجنة حقوق الطفل أنا أشرت إلى أن وزارة المعارف قبل حوالي 4 سنوات في 2017 التزمت. نعم بال 2017 التزمت في جلسة أنا شاركت بها في لجنة التربية البرلمانية وحضر أيضا المدير العام للوزارة، التزمت بتنفيذ خطة خماسية بحسبها كان من المفروض أن يتبقى يعني حوالي 800 طالب هذا العام بدون إطار تعليمي، بحيث يعني يتم عمليا دمج كل الطلاب حوالي 5000 طالب في حينه في جهاز يعني التربية والتعليم مع الانتهاء العام المقبل. الآن عندما نرى هذه الأرقام الجديدة من الواضح أن وعودات الوزارة بقيت حبرا على ورق. قبل 4 سنوات تحدثنا عن 5000 طالب، الآن الأرقام تقول 4469 طالب، هذا يعني أن حدث فقط تقدم طفيف جدا، والآلاف من طلابنا لا يزالوا يحرموا من حقهم بأن يكونوا على مقاعد الدراسة مثل باقي الأطفال والطلاب في البلاد. دكتور يوسف، كيف نطالب بحقوق قبل تحصيل الاعتراف بالقرية نفسها؟ يعني قرى غير معترف فيها، كيف سيمنح الحق لأصحابها أو لسكانها؟ بلا شك أن الحل الجذري والأساسي لهذه القضية، قضية يعني طلابنا والتحاقهم بجهاز التربية والتعليم، يكمن بالاعتراف بالقرى العربية مسلومة الاعتراف في النقب. هذا طبعا يعني سيضمن توفير الخدمات يعني الحكومية العامة، وسيضمن توفير البنى التحتية بما في ذلك طبعا المدارس والصفوف التعليمية. ولكن يعني حتى ذلك الحين يعني طلابنا وأولادنا لا يمكن أن يبقوا خارج أي إطار تعليمي، وبالتالي كان هنالك يعني التوافق مع وزارة التربية والتعليم ومع سلطات التخطيط ومع وزارة الاقتصاد على إقامة نوع من مراكز الخدمات في القرى مسلوبة الاعتراف، بحيث توفر مراكز الخدمات هذه خدمات أساسية للمواطنين بما في ذلك في مجال التربية والتعليم. فلذلك مطلبنا الأساسي كان وسيبقى الاعتراف بالقرى مسلوبة الاعتراف، العشرات من هذه القرى، وحتى ذلك الحين مطلبنا الآن هو بإقامة مراكز خدمات داخل هذه القرى وبجانب هذه القرى تمكن يعني أطفالنا من يعني التواجد ومن الحضور إلى مؤسسات تعليمية تكون داخل قرانا. وهذا مهم يعني توضيحه، لأنه بالإضافة إلى حوالي يعني 4500 طالب بدون إطار تعليمي، هنالك أيضا أكثر من 4000 يعني طفل من أهلنا في القرى مسلمة الاعتراف يسافرون يوميا لمسافات طويلة لحوالي يعني نصف ساعة وساعة وأحيانا أكثر من أجل الوصول إلى مدارسهم. بالطبع هذا يعني سفر شاق ومتعب وفيه معاناة كبيرة لأولادنا ولطلابنا، بالتالي هذا يؤكد على أهمية مطلبنا بتوفير
أطر تعليمية، مدارس وحضانات وصفوف داخل القرى مصوبة الاعتراف، من أجل ضمان حق طلابنا في أن يكونوا ضمن إطار تعليمي كما يلزم القانون ذلك. نعم دكتور يوسف، يعني ما هي أهم مخرجات الجلسة وما هي الخطوات القادمة في هذا المجال؟ يعني بلا شك أن الأمر الأساسي بالجلسة هو مطالبة وزارة التربية وأيضا يعني سلطات التخطيط ولجنة التخطيط اللوائية وكذلك وزارة الاقتصاد بالمصادقة على يعني هذه مراكز الخدمات بأسرع وقت، وأيضا إضافة يعني صفوف تعليمية بمراكز الخدمات الموجودة. نعم. يعني كان هنالك تعهد على الأقل يعني داخل هذه الجلسة لبذل كل مجهود لتوفير الصفوف الممكنة حتى افتتاح العام الدراسي. بالمقابل يعني أنا أعرف أن الكثير من الوعودات تبقى دون تنفيذ، لذلك أنا أبادر أيضا مع رئيس لجنة التربية البرلمانية إلى جلسة عمل مع ممثلي وزارة التربية والتعليم وممثلي وزارة الاقتصاد وسلطات التخطيط من أجل يعني الوقوف على تقدم هذا الموضوع وضمان أكبر عدد ممكن من الصفوف لأطفالنا ولطلابنا. بلا شك هذا سيتم طبعا بالتنسيق مع رؤساء يعني السلطات المحلية وتحديدا الرئيس المجلس الإقليمي في واحة الصحراء وفي القيسوم، حيث يعني هنالك يعني العدد الأكبر من طلابنا ومن أولادنا في القرى مصوبة الاعتراف الذين لا يلتحقون بجهاز التربية والتعليم. ونحن طبعا سنواصل متابعة يعني هذا الموضوع الآن بشكل مكثف عشية يعني افتتاح السنة الدراسية الجديدة. طبعا هذا أيضا مرتبط بحاجتنا أيضا إلى بنى تحتية في مجال الاتصال وفي مجال يعني البنى التحتية الرقمية. إذا ما استمر التعليم عن بعد، نريد أيضا أن نوفر البنى التحتية الرقمية لطلابنا وأولادنا لكي يتمكنوا من أيضا يعني التواصل مع الهيئات التدريسية. نعم. بشكل رقمي من خلال التعلم على بعد إذا ما فعلا استمرت أزمة الكورونا واستمرت طريقة التعلم عن بعد. دكتور يوسف جبرين أشكرك.